استمراراً لجهود رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين عبد الله خرشيد الخزاعلة ومتابعته المستمرة والحثيثة لخدمة المناطق التابعة للبلدية والتي أيضاً بها مس الحاجة لمثل هذه الخدمات، تم تنفيذ مشروع تعبيد وتأهيل الطرق والشوارع الرئيسية في منطقة أم النعام الشرقية في بلدية المفرق الكبرى، وذلك بخلطات إسفلتية وضمن المواصفات المعتمدة لهذه الغاية. المواطنون بدورهم ثمنوا جهود رئيس بلدية المفرق الكبرى ناصر الدين عبد الله خرشيد الخزاعلة وأعضاء المجلس البلدي وكوادر البلدية ومتابعة أيضا مديرية الخدمات الهندسية في البلدية وعلى سرعة الاستجابة لمطالبهم، وذلك من خلال تعبيد الشوارع وخصوصا الشوارع المحرومة من هذه الخدمة منذ سنوات طويلة، بما يحسن أيضا من واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المنطقة. شوارع منطقة أم النعام الشرقية يعني كانت قبل المجلس البلدي اللي موجود حاليا يعني شبه تقول تعبانة يعني، فمع وجود المجلس البلدي حاليا والسيد مدير المنطقة تم إعادة تعبيدها من جديد، فالحمد لله يعني حاليا يعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين الشوارع أفضل من أول بكثير يعني صراحة، يعني حتى أهل المنطقة لاحظوا الإشي هذا، فأغلبية الشوارع التعبانة تم تعبيدها بالكامل. الشوارع اللي تكون بيها مشكلة بسيطة كمان عادوا على تعبيدها. ومن ناحية يعني خدمات مجلس بلدي ما شاء الله بالمنطقة هاي متوفرة وأحسن من هيك ما شفنا يعني صراحة. فكل الشكر لرئيس المجلس البلدي حاليا والسادة الأعضاء ومدير منطقة أم النعام الشرقية السيد مفلح العرقان، صراحة يعني جهودهم مشكورة على خدمة منطقة أم النعام الشرقية بالذات، يعني هذا اللي لاحظوه المواطنين خلال المجلس البلدي حاليا، كل الاحترام والشكر لهم. يعني الحمد لله كنا نعاني من الطرق خربانة، يعني من فترة الشتاء تلاقيها جوار كلياتها مية وإلى آخره ومطبات، وما يعني تأثر هذا على آليات والسلامة المرورية، يعني حتى حوادث كانت تصير داخل القرية هون يعني من نتيجة إيش الطرق السيئة القديمة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أعضاء المجلس البلدي الجديد والممثلة برئيس البلدية ما قصروا، يعني الحمد لله رب العالمين قاموا تسفيتها وصيانتها وعملونا يعني إيش كويس، يعني كل واحد لبيته حتى عملوا له يعني مدات على باب البيت، يعني والله يجزيهم الخير. الحمد لله نشكر رئيس وأعضاء المجلس البلدي في الآونة الأخيرة تم تعبيد الطرق التي بحاجة إلى تعبيد، خاصة الطرق المهترئة، ونشكر الرئيس والأعضاء خاصة قبل فترة سقوط الأمطار، وهناك تعاون ما بين رئيس المجلس البلدي وأعضاء المجتمع المحلي. كانت الطرق مؤذية جدا، يعني مش نقول بس سيئة، كانت مؤذية جدا للي ماشي على رجليه وللسيارات ولكل شيء. الآن طرق الحمد لله كويسة ومحترمة، يعني حتى احنا جانا رئيس البلدية هون وتابع الأمور وشفته أنا بعيني يعني وسلمت عليه، حتى ما كنت أعرفه أنا، لكن حتى لما سلمت عليه ما كنت أعرفه، لكن الصحيح يعني شغل الأمانة ممتاز، يعني شغل نحمد الله ونشكره عليه، يعني ما شو كنا وشو صرنا. يعني بالنسبة للخدمات البلدية ممتازة جدا، وبالنسبة للشوارع كانت وضعها جيد، ولكن فضل الله عز وجل الآن الخدمات تقريبا للشوارع يعني نقول ممتازة. ليش؟ لأن جميع الطرق عندنا يعني دخلات طرق رئيسية كلها موجودة. كذلك بالنسبة للخدمات النظافة يعني موجودة تقريبا يعني نقول 90% موجودة، ولا نعاني من أي شيء بالنسبة للسمي. وجود يعني المجلس البلدي ورئيس البلدية ناصر خرشيدة جزاه الله خير وجميع الأعضاء، بالنسبة لأعضاء بلدية منطقة أم النعام الشرقية جزاهم الله خير. بالنسبة لي ولا بالأمانة والله ما نشعر أي نقص.
وتنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية في المناطق التابعة للبلدية والتجمعات السكانية من شأنها المساهمة في تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها بلدية المفرق الكبرى للمواطنين وفي كافة مناطقهم والتجمعات السكانية.